قلتلك بالبيت ما في غير رانيا وسناء ومازن، شكلهم ضايعين أكتر مني ومنك. سيارة نسرين مش هون، يعني بعد ما سربت حضرتها، وهذا بيعني أنه تحليلي بعده بمطرحه. ما في غير وجه النحس، أبصر وين أخذ الأولاد معها، مش مخبرة حدا. وين بدها تكون مقبورة أختتهم؟ بالعادة بتخبر كل شي لرانيا. لو رانيا بتعرف شي ما كانت خلت وسام وهندي يدوروا بالضيعة ويبرموا على البنت. خي حمار، يا ما حذرته من نسرين وقلت له أنا عم تتسلى فيكن وعملتكن عبيد عندها وعم بتمشيكن مثل ما بدها. ما قبل يسمع، خرجوا هلأ، وصل الموس لدقنه لأشوف شو بده يعمل مع الست نسرين. إذا طلع كلامك مزبوط وهي أخدتن، تركتنا يحترق قلبنا عليهم. كبري عقلك يا حياتي، انت متوقع انه خيك يقدر يوقف بوج نسرين؟ انه يعمل زلمة يعني؟ بعد هالكبرة بطلت تحرس. هلأ ما بهمني شي الا انه يرجع لي ابني، لا اعرف كيف بدي اخلص من هالبنت الحرام اللي اسبق اني صار وشيلها من حياته. انا الحق علي، كان لازم اعرف لما اجت لعندي وهددتني، كان لازم اعمل حسابي واتوقع منها هالضربة. بس مين كان عارف انه ما تعمل حساب لوسام وتحطه بهيك موقف؟ ما تخافي، رح يجي ينهار. المهم ما تكون عملت اللي عم يخطر عبالي. شو عم يخطر عبالك؟ انه تقوم تجوزهم وتسكنهم معه. لا لا، خليها تسترجي تعمل هيك شي. والله لا اقتلها واقتلهم من دون ولا رحمة ولا خوف، حتى لو بدي اقضي كل عمري بالحبس. لا لا لا، اصلا شادي ما بيعملها ولا ممكن يوافق. شادي بيعرفني كتير منيح وبيعرف انه ولا ممكن اتحمل هيك خبر. لا هيدا كلام فاضي، شادي ولا ممكن يعمل هيك. يمكن معك حق، شادي بيعرف انك ما بتقدر تتحملي، بس نسرين، نسرين عندها هيك نوع من السحر والشعوذة تخلي الواحد اللي قدامها ما يرفض له طلب. فادي الله يخليك سكر على الموضوع، هيدا الافكار انا بتجيب لي اخرتي وانا مش ناقصني. خلاص يا حياتي بأمرك، رح سكر على الموضوع، بس انت روقي روقي، خلينا نروح على البيت، يمكن يكون رجع شادي ونحن ما معنا خبر. معقول؟ قولي الله. الدنيا ما إلها أمان بهالليل، بترجيك بوس إيدك خليك بالبيت، انت رايح على الخطر بإجريك. تركيني يا هند، هذا القواص خطر على البنت بهالليل. أنا مثلك خايفة على البنت، أنت خليك هون، أنا بروح بشوف شو صار وبتطمن. ما عندي أعصاب حتى أنترك لترجعي، ترجيكي تركيني، خليني أمشي، ترجيكي. أنت رجال يمكن يخافوا منك ويقوصوا عليك، أنا ست ما رح يخافوا مني. ما بيفرقوا بين ست ورجال بهالليل، بعدين ما بتعرفي يمكن القواص يكون عليهم إذا كانوا مع بعض. إذا بدك تروح أنا رايحة معك، هيئتك خيفين على اثنين سوا. أنا زعلان من شادي إيه، بس ما بتمنى للموت. أنا بيهمني ما يغش بنتي ويحتال عليها. ماشي. حظك من السما، رصاصة ما وصلت للعظم. كيف صار اليوم؟ كتير منيح، ما كأنه منصاب أبدا. تفضل. مرحبا. هلا حكيم. شو كيف المعنويات اليوم؟ شكرا يا حكيم، معنويات تمام والصحة ممتازة. أي متى بيمشي؟ هيدا الضابط مش معروف أي متى بيطلع عباله يفتش البيوت. أنا هلا لازم أترك الضيعة. إجت حتى أشوف نسرين، ونسرين من امبارح مانا بالبيت. إذا بدكم شي فينا نحن نخدمكم. لا بدي أشوف نسرين وأرجع. شوفها بس، ما كان بدك شي أبدا؟ بصراحة لا، ما كان بدي شي أبدا. غريبة هالزيارة، بتخاطر بحياتك حتى تشوفها؟ اشتقت لها كتير، اشتقت لها، اشتقت لها لدرجة بآخر أيام ما عدت نام ولا أخفى. ايه نعم،
بس تعد خاطر بحياتي حتى اشوفها. حرارتك طبيعية يا نبيل، لكن كلامك مش طبيعي. لا ماني عم بهلوس يا حكيم، انا فعلا بحب نسرين. ناوي اترك الضيعة على السريع، ما لازم اتأخر. الحب من طرف واحد عذاب للنفس وبدون امل. صحيح، هذا اذا كان من طرف واحد. تعتقد انه نسرين بتبادلك هذا الشعور؟ اكيد، كانت راضية ومرتاحة لحبي ومشاعري لها. قهوتك دايما طيبة يا ست سناء، تسلم ايدك. انا بعملها طيبة اكتر شي للحكيم، اهلا وسهلا فيك. تسلمي. شو عاد صار بهالشاب نبيل يا حكيم؟ الاصابة كانت بسيطة، يوسف والجميلة عطوا دابة ووصلوا لحدود حرش البلوط. يعطيهم الف عافية، اصحاب همة ومروة. غريب هالشاب، خاطر بحياته حتى يشوف نسرين وما قدر شافها. شو كان بده منا؟ بده يشوفها. أكيد كان بده شي غير إنه يشوفه وبس. أنا وسناء بنعرف إنك حكيم وطني، وبنعرف كمان كيف نحفظ لساناتنا. لو شاف نسرين كان طلب موني للشباب. سألته، ما كان بده الموني، قال إنه بحبها وهذا الشي بصراحة زعجني. كل الشباب بحبوها. قال اشتقت لها وصار له مدة ما عم يقدر ينام، وهذا الشي زعجني أكتر. نسرين بتقدره لأنه شاب وطني، ما في أكتر من هيك. قال إنها بتبادله الشعور، وكان أكيد من نفسه وكلامه. أنا ومازن سألناها مرة عنه، قالت بتحبه مثل ما بتحب الزعماء الوطنيين بهالبلد. الحكيم عنا، خير يا رب. طمني رانيا، ما في إلا الخير. جيت شوف إذا نسرين رجعت على البيت. شفتي وسام؟ شفته، بس ما بيعرف شي عن اللي صار. شو هالحزورة يا جماعة؟ كلهم اختفوا سوا؟ بذات اليوم، بذات الوقت، وبذات الساعة؟ فعلا حزورة. ما بعتقد في شي بخوف، ما بعتقد.